ليس في القرآن الكريم كلمة السيف. نعم، لم ترد كلمة أبدا. الموضوع في حين أنها وردت بالكتاب المقدس مرات كثيرة، يمكن 15 مرة واحد. ولم يتهم أحد الكتاب المقدس أبداً. بأي شيء. يبقى والقرآن الكريم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، نعم، والحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين، نعم، وينتهي بقل أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن، قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فكيف يكون الإسلام انتشر بالسيف؟ الإسلام لم يسجل التاريخ على الدولة الإسلامية أنها أكرهت إنسانا على دينه أو هدمت بيعة، إنما كانوا يطاردون المستعمرين. نعم. المسلمون سيدنا عمرو بن العاص أخرج الروم من هنا ولم يقاتل الله يرضى عنك قاتل الروم وحفظ دماء الأقباط وأعطاهم حريتهم وكنائسهم وأموالهم.